السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعين جوات أم العربي. اليوم غادي نوجدوا مع بعضياتنا لي كوفخ ولا الوافل اللي بزاف كانوا عليه ديال الطلبات كيبغيوه الأطفال بزاف. لهاد لي كوفخ الوصفة غادي نحتاجو جوج بيضات اللي فرقت الأصفر بوحدو والأبيض بوحدو، هنحتاجو 40 غرام ديال السكر سنيدة ولا ديرو واحد ربع كاس عنبة، 200 غرام ديال الدقيق الابيض خاص بالحلويات، هنا 350 مليلتر ديال الحليب السائل، هنا روح ديال الفانيلا واللي ما عندوش ممكن يستعمل غير جوج اكياس ديال الفاني، وهنا 100 غرام ديال الزبده مذوبه. غادي ناخذ اول حاجه هو هذا الابيض ديال البيض اللي غندير معاه واحد القبيصه ديال الملحه، عفوا بحال هكا قبيصة الملح، وغادي نطلعو حتى يولي بيض بحال الثلج، بلون اون نيج كيف ما كنقول. تشوفوا طلعت هذاك الابيض ديال البيض اونيج، غادي نحطو على جنب. دابا غادي نجي ناخذ هذوك جوج اصفر ديال البيض، غادي معاهم هذوك 40 غرام ديال السكر السنيده، وغادي ندير معاهم الروح ديال الفاني لانه كيجيو من السمين غير بالفاني هادو. وغادي نضيف هذيك الزبده اللي 100 غرام ديال الزبده مذوبه، وغنضيف ليها هذيك 350 مليلتر ديال الحليب السائل، وغادي نخدمهم مزيان. وغادي نبدا نضيف هذاك الدقيق ديال 200 غرام، وانا كنخلط الخميره، ما نمشيش نجيب خميره الحلوه، نص كيس ديال خميره الحلوه، غنضيف نص كيس ديال خميره الحلوه، انا كنت خدامه بنص وباقي ليا نص، غادي نخلطو غادي نحبس دابا، وغادي نبدا نضيف هذاك الابيض ديال البيض. دابا غادي نبدا نضيف هذا الخليط ديال الابيض البيض غير بشويه، وانا كنحرك بحال هكايا حتى يطلع لينا بحال الجينواز. نبقى نخلط بشويه بشويه تنكمل الكميه اللي عندي كامله، كيولي عندنا بحال شكل كريمي يعني بحال لاموس، هذاك هو اللي خاصنا حنا بحال هكا. غنبقى نخلط بشويه بشويه من الفوق بحال هكا على شكل 8 حتى نكمل الخليط ديالي كامل، وغادي نطلقه. الخليط ديالنا ها هو، ملي دخلت هذاك البيض دابا غادي نغطيه وغادي نخليه يرتاح على الاقل واحد 15 دقيقه، وعاد نطلقاو باش نبداو نطيبو في هاد الاله ديال لي كوفخ اللي هي هادي هي هادي. هنا العجينه ديال لي كوفخ ديالنا ملي خليناها ارتاحت، قلت لكم تخليوها ترتاح على الاقل واحد ربع ساعه هكا، كي كتشوفوا كتولي تدير هذوك الفقاعات. دابا غادي ناخذ الاله ديال لي كوفخ كيف كتشوفوا، غادي ندهنها بالزيت مزيان، وغادي نخليها حتى تسخن مزيان، غندهنها مزيان ضروري ندهنوها بالزيت. و
وغادي نخليها تسخن وغادي نبداو نطيبو. الاله ديال لي كوفخ ديالنا سخنات، دابا غادي ناخذ وغادي نعمر بحال هكا وغادي نسد عليها. انا غير بغيت نوريكم عندي جوج اشكال، عندي هذه اللي مربعين وعندي هذه اللي تتكون على شكل مثلثات ولا قلوبه، حتى هي غندير وحده قدامكم. انا راه بديت كنطيب، انا بغيت نوجد قدامكم بحال هكا وغادي نسد عليها وغادي نخليهم كيطيبوا. انا بغي وجدت من قبل، ها انتو كي كيجيو هادو المربعين وهادي هذيك اللي على شكل ورده اللي مثلثات كتجي حتى هي على هذا الشكل. ها انتو كيجيو ساهلين اننا نصايبوهم للوليدات في الدار، وهكا كتكون بلا ما نبقاو نشريوهم ليهم لانهم كيتباعوا شويه بواحد الثمن شويه طالع. دابا هادو غادي نزينهم باللي بغيتو، ممكن بالعسل، ممكن بصوص الشوكولا، ممكن تخليوهم غير هكا نتوما واشنو بغيتو. لي كوفخ ديالنا هما هادو، مني كملتهم في الطياب زينتهم بصوص الشوكولا. انا كانت عندي صوص جاهزه، ممكن تستعملوا اي صوص شوكولا عندكم ولا حتى نوتيلا ولا غير العسل، وزينوا باش ما بغيتوا. انا بما اننا دايرينهم للوليدات يعني راه غادي نزينوهم بالشوكولا والفانيد، يعني نتوما تفنوا في التزيين. اللي عجبتها الوصفه ديالي وما تنساوش ديروا لايك للفيديو واشتركوا بالقناه ديالي قناه شيوات ام العربي باش دائما توصلوا بكل جديد. دمتم بود وإلى وصفة قادمة بحول الله.